بيطلع ولاد مش عايز اغلط، بس يعني عواجيز الفرح النهايات الطرفيه المرتزقه اللي موجودين بره مصر. على راسهم مين تخيلوا؟ عمرو واكد. على راسهم مين تخيلوا؟ خالد ابو النجم. على راسهم مين تخيلوا؟ محمود وهبه. دي الاسماء انتوا عارفينها كلها يعني. دول طلعوا مع بعض واتجمعوا بره، وامبارح عملوا بالليل على الزوم اجتماع. ناس من جوه مصر مع ناس من بره مصر، مجموعه قاعدين في امريكا، ومجموعه قاعدين في بريطانيا، ومجموعه قاعدين. عملوا اجتماع يوم الخميس، مساء الخميس 3 اغسطس. الخميس اللي فات. ايه اللي حصل؟ قالوا احنا هنعمل مجلس استشاري مصري للتغيير. المجلس الاستشاري المصري للتغيير. مين انتوا يا جماعه؟ انتوا مين؟ انتوا مين بجد؟ اهو. هام ورجاء النشر. المجلس الاستشاري المصري للتغيير، ده مين اللي كاتب؟ ده عمرو واكد. ملخص اجتماع، اجتمع المجلس الاستشاري المصري للتغيير اسمه مؤقت في يوم الخميس الموافق 3 اغسطس في تمام الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره، اجتماع الكتروني على برنامج زوم. بدا الاجتماع بكلمه من كل عضو عرف فيها نفسه. انتقل المجلس لمناقشه تعريف المجلس واهدافه القصيره والبعيده المدى. وافق السيدات والساده الاعضاء على تعريف المجلس. ده مين اللي كاتب الكلام؟ ده عمرو واكد. عامل مجلس استشاري مصر للتغيير. ده عمرو واكد ممثل ساب الفن او استخدم الفن للهجوم على بلده من الخارج. كل المنصات سواء السينما، سواء المنصات التواصل الاجتماعي، سواء حساباته، سواء اجتماعاته، ده عمرو واكد عنده كميه من الكراهيه والسواد ضد مصر لا اجد تفسير لها حتى هذه اللحظه. فعلا يعني قلبه في غربيب من السواد، يعني شيء يعني قاتم السواد، قاتم السواد. كل تغريداته في مشكله عنده. طبعا هو اشتراكيين ثوريين واناركيين، وهو من ضمن مبادئه نهد كل حاجه عشان نبني من جديد. دي افكاره. بينضم اليه في هذا الاطار خالد ابو النجا، انتوا عارفينه ممثل مصري وهرب، معرفش يعني ايه اللي دخله في مجال السياسه، موجود في امريكا وعنده مشكله كبيره جدا انه عايز ينشر المثليه الجنسيه بمنتهى الحريه. ادي واحد عمرو واكد، وادي خالد ابو النجا، معاهم محمود وهبه. انا جبت لكم مين محمود وهبه قبل كده. محمود وهبه ده احد النصابين، احد الحراميه الكبار اللي سرقوا فلوس البنوك المصريه، مش عايز اقول اسماء، وشركات حليج الاقطان، وخد الفلوس وهرب راح على امريكا. وعامل نفسه خبير بره، وقال انه كان يمكنه ان هو يصبح رئيس وزراء مصر الى اخره. ضيف دائم على محمد ناصر في برامجه في قنوات الاخوان. ادي محمود وهبه، وادي خالد ابو النجا، وادي عمرو واكد، ومعاهم اخرين. خليني اجيب لكم بعض الاسماء عشان تعرفوا بس ايه اللي بيدار، وايه اللي بيحاك، وايه اللي بيدبر لنا. هدفهم، هدف هذا المجلس الاستشاري، انه ينتزع كده، بيقولوا انتزاع السلطة الحالية من الادارة الحالية. انتزاع السلطة كده بالظبط من الادارة الحالية، وتسليم مصر الى شعبها، دولة مبنية عظيمة حضارية. تخيلوا، تخيلوا يا جماعة، تخيل كده معايا، والنبي النبي تخيل بس معايا، ادي كده هب ان مين اللي عايز يخلي مصر دولة قوية؟ خالد أبو النجا. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، خالد أبو النجا أو خالد لا مؤاخذة أبو النجا عايز يعمل مصر دولة قوية، ومعاه عمرو لا مؤاخذة واكد، ومعاهم الحرامي محمود وهبة. يا جماعة إحنا ليه يعني الناس دي مسترخصانة؟ الناس دي شايفانا إن إحنا دولة كبيرة. يا أيها المرتزقة، يعني عودوا إلى ثوابكم.